لنا هذا التقرير اللي يهم واحد المسح ديال اكثر من 120 الف اسره، بين على مستوى صحه الامهات او عدد الوفيات عند الامهات انه في انخفاض مستمر، حيث يمر من 112 في 2011 الى 72 وفاية يعني لكل ولادة جديدة 2018. كذلك على مستوى الوفيات عند الأطفال حديث الولادة أو الأطفال أقل من 5 سنوات، نسب ديال الانخفاض يعني وصلت 44% نسبة الانخفاض ديال الوفيات عند الأطفال الحديث الولادة، وهذه مسألة كذلك أساسية وكتبين أن البرنامج الوطني للأم والطفل هو سائر في تحقيق نتائجه المتوخاة منه. طب الحال سنستمر لأنه لدينا أولا التزامات وطنية والتزامات دولية في إطار الأهداف الألفية الثالثة في أفق 2030، وسنستمر بتعزيز الصحة الجماعتية بتعزيز الصحة ديال القرب عبر دعم طب ديال القرب كذلك وطبيب وطب الأسرة، نعزيز كذلك المستعجلات ونعزيز كذلك من دور الولادة ودور الأمومة لكي نستطيع أن نخفض تلك الأعداد اللي كتبقى في الحال دائما مؤرقة بالنسبة لنا. فيما يخص نتائج أخرى الدراسة مهمت كذلك تحول ديموغرافي اللي كيعرف ذلك من دور الولادة ودور الأمومة لكي نستطيع أن نخفض تلك الأعداد اللي كتبقى في الحال دائما مؤرقة بالنسبة لنا. فيما يخص نتائج أخرى الدراسة مهمت كذلك تحول ديموغرافي اللي كيعرف بلادنا تحول وبائي، حيث لاحظنا أن هناك في باب 7 سنوات انخفاض ولو طفيف ولكن تقريبا يوصل إلى 2% في بعض الأمراض المزمنة كذلك السكري وارتفاع الضغط الدموي. ثم كذلك درنا واحد المسح للأشخاص اللي كيفوتوا 60 سنة أشخاص مسنين، لقينا بأنه 64% للأسف ديال الأشخاص حاملين لمرض مزمن على الأقل، منهم 20% ديال السكري و 34% منهم يعني مصابين بالضغط الدموي المرتفع. وهذا كيسألنا حول برامج خاصة بهذه الفئة، برنامج خاص بالأشخاص المسنين اللي غنعملوه إن شاء الله في المخطط ديالنا على المدى المتوسط، واللي من خلاله يتم التعبئة ديال المراكز الصحية وديال المستشفيات، لكن كذلك الصحة الجماعتية، كذلك الوقاية، وكذلك يعني التربية الصحية. التربية الصحية ما كتهمش الأطفال، كتهم كل الساكنة بما فيها المسنين والأنماط ال Alors ce n'est pas nous qui l'organisation, c'est le ministère de la Santé. Alors l'OMS a été un partenaire technique et financier de cette enquête, pas la seule, il y en a d'autres, de cette enquête qui est un jalon extrêmement important pour prendre la température et l'état de santé de la population. Vous n'avez pas une idée à propos du rapport qui va être... Vous allez voir les résultats tout à l'heure. Il y a énormément de progrès qui ont été réalisés. Vous allez voir autour de la couverture vaccinale, autour de la vitalité de la terre. Ce sont des éléments pour lesquels on peut féliciter le Maroc des résultats qu'on a obtenus. Il y a encore des investissements bien sûr à faire. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.